حیرت تمامی و کماله، فما کانت الا ساعت و اداب ولدی الحسن قد اقبل و قال السلام علیک یا اما فقلت و علیک السلام یا قرة عینی و ثمرت فؤادی فقال یا اما انی اشم عندك رایحة طیبة کأنها رایحة جدی رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله اتأذن لي ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنوني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا رسي وخليفتي وصاحب لباء فدخل علي تحت الكساء ثم
أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتايا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى على السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم همه با هم أنا هر بار لمن ما ربهم وسلم لمن سالمهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم أجعل سلاماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب أنهم الرجس وتنذرهم تذيرا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا فقال عز وجل هم أهل بيت النظم ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب تأذن لي أن أهبت إلى الآن لأكون معهم سادسا فقال اللهم جبرائيل میتونی بری بین اینا قرار بگیری قد ادن تلن فعبت العظیم جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول الله العلی الاعلام یقرأک السلام و یخصک بالتحیت والاکرام و یقول لک عزتی و جلالی إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أن أدخل معكم فأنت أذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة البعيد ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما
مال جنوس ناغا تعتل کسا منن فضل دلم. من فقط یه خواهش کوتاه دارم انشالله آجاها بعدا به فیض همه رو برسونن، اگه لا بلای حدیث کسا یه نسیم بقی به سر و صورتت وزید، اگه دلت یه جوری شد، یه حال خوشی داشتی از ته قلبت، تو رو خدا بین این دعاها برا همه دعا کن. منم التماس دعا دارم از تک تک عزیزانم. فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واستفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبرنا هدا فی محفل من محفل اهل الاز وفی جمع من شیعتنا. کدوم جمع؟ همین جمع من و شما. و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه و استغفرت لهم الا ان یتفرقوا. فقال علی اذن والله فزنا و فاز شیعتنا و رب الکعبه. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأز وفي جمع من شيعتنا حبينا وفي مهموم إلا مفرج الله هم ولا مغموم إلا مكشف الله غم. اگه غم داری، اگه قصه داری، اگه هر چی میخوای از همین حدیث کسا، خود پیغمبر داره میگه و کشف الله غم، علی داره میگه و لا طالب حاجت الا و قد الله حاجت. و قال علی اذا والله فزنا و سعدنا و كذلك شیعتنا فازوا و سعدوا في الدنيا والآخرة و رب الكعبة جل وليك الفرج. آمین بلند. عجل وليك الفرج. یه دعا خدایا همه مؤمنین مخصوصا دست جمع ما رو انشاءالله در کنار حوض کوثر هم نشیم هم جوار ساقی کوثر علی ابن ابی طالب بگردان. خدایا مسجد نذاشتیم بیرون به حق علی مرتضی، حوائج دنیا و آخرتمون برآورده به خیر بگردان. تا آمدن آجاقا پسر زهرای مرضی امام زمان رو دعوت کنیم، این صدا برسه امام رضا. یا